هذا الفيديو برعاية yotiblink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. سنكشف اليوم أسرار النظام المصرفي الأكثر سرية بالعالم. سبب اختيار الأثرياء إيداع أموالهم بداخله، فما هي هذه الأسرار؟ وما الأسباب التي جعلته يحظى بهذه السمعة؟ وماذا عن القوانين التي تضمن سرية الحسابات هذه السرية؟ سنكشف خبايا بنوك سويسرا والتي ربما لم تسمعوا بها من قبل، فابقوا معنا حتى النهاية. لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك بقناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مرحبا بكم في سويسرا، البلد الذي يدهش العالم بجماله الطبيعي الأخاذ. تقع في قلب أوروبا وتشتهر بجبال الألب الساحرة وبحيراتها الزرقاء الصافية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 8 مليون نسمة، وتعد وجهة مفضلة للعيش والسياحة بفضل نظامها الصحي والأمان والجودة العالية للحياة. وأيضا هي الوجهة الأولى لأثرياء العالم لحفظ أموالهم ولإخفاء هوياتهم كما سنوضح. ولنبدأ بتاريخ النظام المصرفي أولا، حيث البداية منذ أوائل القرن التاسع عشر، حيث كانت السرية المصرفية وسيلة تمكن الأنظمة البنكية من حماية مصالح أثرياء أوروبا. ومنذ الحرب العالمية الأولى عام 1914، سنت العديد من التشريعات التي تحمي سرية أصول الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من السلطات النازية، ولكن استخدمها أشخاص يسعون للتهرب من الضرائب وإضفاء المشروعية لأموال المواد المخدرة وغيرها، مما ساعد على ترسيخ الثقة بالبنوك السويسرية بمرور السنوات. ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، أصبح كشف معلومات العملاء بواسطة موظفو البنوك السويسرية بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها. ومنذ العام 1934 لم يتم تسجيل سوى 4 انتهاكات للسرية، مما يدل على اهتمام الجميع بسرية البيانات، حيث نشرت جمعية المصرفيين السويسريين تقريرا يفصح أن إجمالي أصول البنوك السويسرية والتي وصلت إلى 6.5 تريليون دولار أمريكي، موضحة أنها باتت تستحوذ على 25% من جميع الأصول العالمية العابرة للحدود. والآن العاصمة السويسرية جنيف تتنقل بين المركزين الأول والثاني بمؤشر السرية المالية، لذلك سرية الأعمال المصرفية تعتبر رمزا لسويسرا كما سنوضح. وبالحديث عن السرية المصرفية، فتعود إلى مجلس جنيف الكبير الذي حضر الكشف عن المعلومات حول الطبقة العليا الأوروبية أوائل القرن التاسع عشر، ليبدأ بجذب أصحاب الثروات. كما ساهم إعلان سويسرا لحيادها الدولي إلى تدفق المزيد من الأموال لقطاعها المصرفي. والسبب الأكبر للرغبة في الحفاظ على السرية المصرفية تلك ترجع إلى تدخل الشعب في كافة شؤون البلاد من خلال البرلمان والمجالس النيابية، مما يجعلها أي السرية المصرفية جزءا من هوية الشعب نفسه، لذلك تتطلب الحفاظ عليها لضمان استمراريتها. كما أن التضاريس التي تتميز بها البلاد مكنتها من حفر الكثير من المخابئ السرية لاستخدامها في تخزين الذهب والألماس. وظهرت هذه الهوية بقوة أمام محاولات الدول الأجنبية في تقليل مستوى السرية الذي يفرضها النظام المصرفي الداخلي، ودعت لإلغائها والتعامل بجفافية، ولكنها لم تحقق أي نجاح يذكر نظرا لتحكم الشعب بكافة القرارات. لذا تعتبر الدعوة لزيادة الشفافية والإفصاح عن بيانات العملاء بمثابة هجوم ضد الثقافة والقيم السويسرية التي نص الدستور السويسري عام 2017 بضرورة بقاء السرية المصرفية لكافة المعاملات. ولكن استثناء من هذا القانون، خضعت الحكومة السويسرية لمطالب الدولة الاقتصادية الكبرى بضرورة الإفصاح عن نفقات العملاء كعمليات السحب والخطط الاستثمارية فقط، وذلك لضمان عدم التهرب الضريبي. كما أن المعلومات المكشف عنها لا تستعمل إلا للتدقيق الضريبي فقط، ولا يمكن اعتبارها دليل على التهرب غير القانوني من الضرائب إلا بدليل صريح. وفي غالب الأحيان لا تسمح السلطات السويسرية حتى بالإفصاح عن هذه المعلومات، مما يعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي بشكل كبير.
ويعزز هذه الثقة أيضا البيئات الاقتصادية والسياسية التي تساهم في جذب الأثرياء. فمن الناحية السياسية نجد النظام السويسري منفتح ومحايد، مما يجعل سويسرا واحدة من أكثر بلدان العالم مستقرة سياسيا. ومن ناحية اقتصادية فإن سويسرا تتمتع بمناخ استثماري واقتصادي قوي ومتنوع كالتصنيع والتكنولوجيا والتمويل، مما يخلق بيئة آمنة لإدارة الأموال والأصول. هذان هما المقومان الأساسيان للحفاظ على السرية المصرفية، فإن اختل أحدهما سيتأثر القطاع المالي بالكامل، مما ينتج عنه تقليل ثقة العملاء بالنظام المصرفي للبلاد. كما أن النظام الضريبي المرن الذي يتميز به النظام المصرفي في سويسرا يساهم بشكل كبير في جذب الأثرياء، حيث يتوفر أنظمة ضرائب متعددة ومنخفضة، مما يساعد الأثرياء بالحفاظ على قيمة مدخراتهم بل وتنميتها بشكل ملحوظ. وأيضا البيئة التحتية المتطورة تلعب دورا هاما في جعل البلاد وجهة مفضلة لأثرياء العالم، حيث توفر الأمان اللازم لحماية الأنظمة البنكية من الاختراق أو التجسس. فهذه أبرز العوامل التي تجعل سويسرا وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة وآمنة ومرنة لإدارة ثرواتهم والحفاظ عليها بسرية. وبالحديث عن أساليب الأمان، نجد أن التشفير المتقدم على رأس أولويات النظام المصرفي، فيتم تشفير الاتصالات والرسائل البريدية وكافة طرق التواصل بين العميل والبنك لمنع وإحباط محاولات التجسس والمراقبة ولضمان عدم اعتراضها بواسطة طرف ثالث. وتعتمد هذه البنوك على جدران حماية متطورة للغاية ومتعددة، بالإضافة إلى الكثير من الأنظمة الأمنية الأحدث على الإطلاق، والتي تتضمن نظم اكتشاف تسلل وبرمجيات لمكافحة الفيروسات لضمان حماية الشبكات الداخلية من الاختراقات أو الهجمات السيبرانية الموجهة. ولأن البيانات المتعلقة بالأصول تتطلب تأمينا من نوع خاص، فإن البنوك تستخدم خوادم محمية بشكل كامل ومراكز بيانات محمية بمستوى عال من الحماية المادية، بما في ذلك حراسة على مدار الساعة وأنظمة مراقبة وإجراءات دخول صارمة. كما تحتوي هذه البنوك أيضا على فرق متخصصة في إدارة المخاطر والأزمات لمراقبة العمليات المالية والكشف عن أي نشاط مشبوه أو غير مألوف، بالإضافة إلى البروتوكولات المخول لها حماية الحساب الخاص بالعميل. فيمكن للعميل كتابة رموز أو حروف عشوائية بدلا من كتابة الاسم الحقيقي أثناء قيامه بإنشاء حسابه المصرفي، مما يضمن سرية أكثر وغموضا أكبر لهويته، بالإضافة لتقديمهم حسابات مرقمة ليتم التعرف على الحساب بواسطة رقم بدلا من اسم العميل، مما يزيد من مستوى السرية ويحمي الهوية. وفي الختام، الاستثمارات في البنوك السويسرية يوفر للأثرياء بيئة آمنة ومستقرة لإدارة ثرواتهم مع مستويات عالية من السرية والأمان ونظام ضريبي جذاب. هذه العوامل تجعل البنوك السويسرية خيارا مثاليا للأثرياء الذين يسعون إلى الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بشكل آمن. نود سماع أفكاركم وتعليقاتكم في الأسفل. إذا استمتعتم بمحتوى اليوم وتودون مشاهدة المزيد من المواضيع المميزة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لتكونوا أول من يشاهد حلقاتنا الجديدة. دمتم بخير.